اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صريح جدا. موضوعنا لنا اليوم حيكون على الاكتئاب، اللي هو حالة من الاحباط واليأس والحزن يمر بها الشخص، وللاسف ولينا نشوف هذا الشيء هذا عند الكثير من الشباب الجزائري. وشنو هي الحاجه ولا السبه اللي تخلي الشاب يحكم الاكتئاب؟ الخدمه ما كانش باينه هذه، لانجيري واعره الخدمه فيها، تما الا ما كنتش خدام باين بلي ستريس بزاف عفايس، فهمت؟ يجي من الفيد الاكتئاب، واحد يكون مكتئب من الفيد، خدمه ما كاش. انايا ذاك العام انا كره حياتي، ملي خرجت يا اخو ملي زدت على كره حياتي، اقسم بالله. تنوتريه، تا صح تقبضك الاكتئاب، ماشي غير يقبضك الاكتئاب، تعاون. تريح قهوة أضعف الإيمان قهوة طلطوة تجيب بها لا جورني اكتئاب لا جورني استعدوكا قا يا أخو مكتئبة قا شغل عايشين يا أخو في بيت مغلوقة في الظلمة يا أخو بيت نخاف نمشي يا أخو شعب تمشي إلا نخاف نمشي يا نخاف نخرج كذا بالك يا شعب تمرض بتوسويس تهبل أنا عايشين قا فيها باسكو يا أخو ما عندنا شغل لي جان تاع دوكا ما عندهم لا خدمة الضيق في الديور يا أخو هم عايشين سبعة ثمانية في شومبرا يا كاين يا أخو بزاف لي بروبلام باش تولي يا أخو ترجعك شغل مكتئب يا ناس قاع الشعب قاع مريض قاع عيان كلش حتى حاجة ما هي مليحة علاش راكي هكا ما تقدريش تحاربي هذا الاكتئاب؟ راني نحارب ملي كنت صغيرة وانا نحارب عندي 40 سنة وانا نحارب ما عندك شو دير نورمالمون واحد يخرج يزغد يفواياجي حياتي كوبلي وانا في الجزائر جامي حوست كان غير يدوني نحوس حالة بها عندك الاكتئاب وي جامي حوست انا دوكا هاملك سي في يا خو نيفو تيرمينال ما لقيتش خدمة يا خو ماشي كاستيون هاملك ولا راني بسي فيك دوندو تكره كلش حاجة تضحك ما تضحك مام حاجة تضحك ما تضحككش ما نحبش نخرج برا يا ما نقود يا أخو نخرج برا ما على باليش يا أخو تحكمك الغمة تحكمك شغل ما كاين والو في الدنيا تحكمك الغمة تحكمك الغمة باسكو ما كاين والو يا أخو ما كاش وش دير من اكتئاب ما كاش جان ماشي ضارب الحموم ضارب الحموم بالموس بليلان بقداك ماني مكتئب وش بيك يا أخو نطلع نضرب كاع لحمي هاي اللي قدامنا نوريك الاكتئاب انا وش دار لي نوريك الاكتئاب انا وش دار لي ها هو الاكتئاب وش دار لي هذا ما كان راك فاهم خويا ابرصا والله ما رانا عايشين باسكو ما كان لا خدمه الخدمه داتها ميمي وسيسي وحنايا ريحنا هكذا يا اخو ني خدمه ني هكذايا ما كانش كاش نافيكي كاع ما كاش خدمه لازم تسمي روحك فريده باش تخدم ايه ماشي فريد يولي نفسيا ماشي مليح بيان سور يولي الشاب هذاك يولي نفسيا يشوف روحه شغل عنده ينبغي قدامه هو بلا هم بصح من الفيديو اللي يحس روحه راهو في الهم هو ما عندوش الهم في الدار انت هيك نورمال بصح من الفيد يكره حياته هكذايا تحس روحك كاره حياتك كاره حياتك ما كاش وين تروح ما كاش يا ما كاش لازم تكون عندك عفسه ديرها باش ما تكتئبش يا لازم توكيبي روحك بكاش عفسه عندنا لي سطاد حنا نروحوا للسطاد هذا ما كان عندنا عفسه نوكيبي بها روحنا مولود يا تحاربوا يا اخو بالخدمه والصلاه يا دونك ديجا راني مكتئب كنت تشوف راي وسطي الله ما علاش والله ما على بال هاكاك شغل والف هنا والله يا اخو الناس مات بالقنطة يا اخو الناس تموت بالقنطة يا اخو شو لا خدمه لا دار لا تاو ما كان والو كيفاش تحارب الاكتئاب انت كيفاش راح تهرب الاكتئاب ما عندوش حل في الجزائر نكذب عليك يا اخو حنا الحمد لله خدامين على كل حال بصح كاين شباب راه يحلم بها الخدمه راك يرقد جيه في النوم